مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم من جديد لتغطيه امتحانات نهايه العام للثانويه العامه في محافظه الدقهليه، والتي انتهت الان رسميا ليسدل الستار على اختبارات نهايه العام للثانويه العامه في نهايه العام 2023-2024. بنرصد لحضراتكم الان انصراف الطلاب وطلاب الثانويه العامه شعبه علمي رياضه. وانصراف الطلاب من داخل لجان الثانويه العامه بمحافظه الدقهليه، واشاده من طلاب الثانويه العامه بمحافظه الدقهليه بماده الديناميكا لشعبه علم الرياضه. انصرف الان الطلاب من داخل اللجان، اشاده من الطلاب بسهوله الماده. يمكن لم ينتهي الوقت فعليا، يعني كان من المقرر انتهاء الوقت في تمام 11:30، ولكن خروج الطلاب في تمام 10:30. أمام حضراتكم في الشاشة انصراف الطلاب من داخل اللجان وسط إشادة من طلاب الثانوية العامة شعبة علم علوم بسهولة مادة الديناميكا، آخر مواد اختبارات نهاية العام الدراسي 2023-2024 للثانوية العامة على مستوى الجمهورية، ليسدل بذلك الستار على اختبارات نهاية العام للثانوية العامة على مستوى الجمهورية. زي ما حضراتكم متابعين معنا في الشاشة خروج الطلاب وانصراف الطلاب من داخل اللجان الآن فور الانتهاء من مادة الديناميكا، آخر مواد نهاية العام الدراسي للثانوية العامة 2023-2024 وسط إشادة من الطلاب بسهولة مادة الديناميكا، وخروج الطلاب مبكرا عن الوقت الأصلي الذي كان من المقرر. الامتحان سهل، كان من المقرر انتهاء المادة في تمام 11:00 صباحا، ولكن سهولة مادة الديناميكا زي ما حضراتكم متابعين معنا في الشاشة انصراف الطلاب وفرحة وسعادة من طلاب الثانوية العامة فور الخروج من داخل اللجان قبل انتهاء الوقت الرسمي. يمكن كان مقرر انتهاء الوقت في 11:00، ولكن سهولة مادة الديناميكا جعلت من خروج الطلاب مبكرا، حيث انصرف الطلاب الآن من داخل اللجان لجان الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية. أمام حضراتكم انصراف الطلاب من داخل اللجان وإشادة من الطلاب وسط تواجد أمني مكثف في محيط اللجان لتأمين خروج طلاب الثانوية العامة من داخل اللجان. بالفعل انصرف طلاب الثانوية العامة شعبة علم علوم الآن يخرجون تباعا من داخل اللجان بمحافظة الدقهلية، وإشادة من الطلاب بمادة الديناميكا. ولكي يتسبب في خروج الطلاب مبكرا من داخل اللجان، يمكن الطلاب موجودين امام حضراتكم في الشاشه وخروج الطلاب من داخل اللجان رغم عدم انتهاء الوقت، ولكن خروج الطلاب مبكرا بسبب سهوله ماده الديناميكا. اخر مواد اختبارات نهايه العام للثانويه العامه 2023-2024 كانت اليوم، والتي تسدل بذلك الستار على اختبارات نهاية العام 2023-2024 للثانوية العامة، حيث أدى طلاب الثانوية العامة شعبة علم الرياضة اليوم مادة الديناميكا وسط تواجد أمني مكثف في محيط اللجان، وإجراءات أمنية واحترازية يتم تطبيقها أمام ومحيط لجان الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية بتعليمات من وزارة التربية والتعليم والتنسيق مع وزارة الداخلية. منذ اليوم الأول لانطلاق ماراثون الثانوية العامة، ولأسدل الستار رسميا الآن على اختبارات نهاية العام الدراسي 2023-2024 للثانوية العامة على مستوى الجمهورية. الآن بنرصد لحضراتكم عبر موقع تلفزيون اليوم السابع انصراف طلاب الثانوية العامة شعبة علم رياضة بعد أداء مادة الديناميكا، آخر مواد اختبارات نهاية العام الدراسي 2023-2024 للثانوية العامة. كان يؤدي اليوم شعبة علم الرياضة مادة الديناميكا، وبالفعل انتهى الطلاب من أداء مادة الديناميكا وأشادوا بسهولة المادة، ما جعل الطلاب يخرجون مبكرا من داخل اللجان، حيث من المقرر انصراف الطلاب
في تمام 11، ولكن سهولة مادة الديناميكا جعلت من خروج الطلاب مبكرا في تمام 10:30 من داخل اللجان. نرصد لحضراتكم الآن خروج الطلاب تباعا من داخل اللجان وسط تواجد أمني مكثف في محيط اللجان وإجراءات أمنية واحترازية يتم تطبيقها في محيط لجان محافظة الدقهلية. شارك في محافظة الدقهلية في اختبارات نهاية العام للثانوية العامة عدد 56,000 طالب وطالبة في اختبارات نهاية العام للثانوية العامة، واليوم يزدى الستار تماما على ماراثون الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بأداء طلاب علم رياضة مادة الديناميكا واللي أشادوا بسهولة المادة، كان السبب في خروج الطلاب مبكرا من داخل اللجان. أمام حضراتكم انصراف الطلاب من داخل اللجان قبل انتهاء الوقت الرسمي، كان من المقرر انتهاء الوقت في تمام 11 من صباح اليوم، ولكن خروج الطلاب مبكرا من داخل لجان محافظة الدقهلية بسبب سهولة مادة الديناميكا لشعبة علم رياضة. أمام حضراتكم في الشاشة خروج الطلاب تباعا من داخل اللجان والإشادة بمادة الديناميكا اللي جعلت من الطلاب يخرجون من داخل اللجان مبكرا قبل انتهاء الوقت الرسمي. بدأت مادة الديناميكا لشعبة علم رياضة في تمام 9 صباحا، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في 8:30 من صباح اليوم، وانطلقت مادة الديناميكا في تمام 9، ومن المقرر أن تنتهي في تمام 11 من صباح اليوم، ولكن سهولة المادة وإشادة الطلاب شعبة علم رياضة بسهولة مادة الديناميكا جعلت من خروج الطلاب مبكرا قبل انتهاء الوقت المحدد، حيث كان من المقرر خروج الطلاب في 11، ولكن سهولة المادة جعلت من خروج الطلاب في تمام 10:30 من صباح اليوم، وما زال الطلاب يخرجون تباعا من داخل اللجان لجان الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، اللي زي ما ذكرت لحضراتكم إشادة من الطلاب بسهولة المادة جعلت من الطلاب ينصرفون مبكرا من داخل اللجان. زي ما حضراتكم متابعين أحضان نهاية اختبارات نهاية العام الدراسي 2023-2024 للثانوية العامة، وطمأنة من أولياء الأمور، طمأنة من الطلاب لأولياء أمورهم فور الانتهاء من اختبارات نهاية العام الدراسي 2023-2024. فرحة الطلاب بانتهاء اختبارات نهاية العام واستقبال أولياء الأمور لطلابهم فور الانتهاء من مادة الديناميكا لشعبة علم الرياضة وخروج الطلاب تباعا من داخل اللجان وإشادة بسهولة المادة، ما جعل الطلاب يخرجون مبكرا من داخل اللجان، حيث كان من المقرر انتهاء المادة في تمام 11، ولكن سهولة المادة أدى إلى خروج الطلاب في تمام 10:30، والتي بدأت في تمام 9 من صباح اليوم. زي ما حضراتكم متابعين معنا في الشاشة خروج طلاب ثانوية عامة شعبة علم رياضة فور الانتهاء من آخر مواد نهاية العام الدراسي. زي ما حضراتكم متابعين معنا في الشاشة زغاريد تعم محيط اللجان والمدارس بمحافظة الدقهلية فور الانتهاء من آخر مواد اختبارات نهاية العام الدراسي 2023-2024 للثانوية العامة، وإسدال الستار رسميا على اختبارات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة على مستوى الجمهورية. سهولة مادة الديناميكا كانت سبب في خروج الطلاب مبكرا من داخل اللجان، حيث خرج الطلاب قبل انتهاء الوقت الرسمي بأكثر من نصف ساعة، حيث كان من المقرر انتهاء الوقت في تمام 11 وخروج الطلاب في تمام 11، ولكن انصراف الطلاب مبكرا من داخل اللجان بسبب الإشادة بسهولة مادة الديناميكا لشعبة علم الرياضيات آخر مواد الثانوية العامة. يزدى الستار بذلك على اختبارات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة على مستوى الجمهورية اليوم بمادة الديناميكا، نقدر نقول لحضراتكم ختامها مسك الآن فرحة وسعادة من الطلاب وابتسامة تنتقل إلى وجوه أولياء الأمور الآن
فور الانتهاء من أداء مادة الديناميكا آخر مواد نهاية العام الدراسي للثانوية العامة على مستوى الجمهورية، حيث أشاد الطلاب بسهولة مادة الديناميكا لشعبة علم الرياضيات والانصراف من داخل اللجان مبكرا. شارك في اختبارات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة 56,000 طالب وطالبة داخل محافظة البقالية. اليوم أدى طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية آخر مواد نهاية العام الثانوية العامة على مستوى الجمهورية بأداء مادة الديناميكا لشعبة علم رياضة، واللي أشاد الطلاب بسهولة المادة وكانت سبب في انصراف الطلاب مبكرا من داخل اللجان. زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل شارك داخل محافظة الدقهلية عدد 56,000 طالب وطالبة في اختبارات نهاية العام الدراسي للثانوية العامة داخل محافظة الدقهلية وسط تواجد أمني مشدد في محيط اللجان وتواجد أمني مكثف وممرات آمنة يتم إنشائها في محيط اللجان وأمام اللجان بتعليمات من وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية يتم تأمين اللجان منذ اليوم الأول لماراثون الثانوية العامة على مستوى الجمهورية. وداخل لجان محافظة الدقهلية تحديدا اللي شارك بها عدد 56,000 طالب وطالبة في اختبارات نهاية العام للثانوية العامة، رصدنا لحضراتكم سهولة وإشادة من طلاب الثانوية العامة شعبة علم رياضة بأداء مادة الديناميكا آخر مواد نهاية العام الدراسي لطلاب الثانوية العامة. بشكر حضراتكم على المتابعة، كنت معكم من داخل محافظة الدقهلية محمد الحبشي.